بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكم سبور وين ما كنتم. تعرف في هذا الفيديو على نتائج قرعة دوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وقراءة لمجموعة الترجي الرياضي التونسي وكذلك موعد مباراية دوري المجموعات. أكثر تفاصيل باش تلقاو معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش دعم القناة. أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 عن مجموعة حديدية للترجي الرياضي التونسي، ووقع الترجي في مجموعة واحدة رفقة بيترو أتيتيكو الأنغولي والهلال السوداني والنجم الرياضي الساحلي. هذا وجاء الأهلي المصري حامل اللقب في المجموعة الرابعة بجوار شباب بلوزداد الجزائري يانج أفريكانز وميدياما الغاني، وحل الوداد في المجموعة الثانية رفقة سيمبا التنزاني والساك الإيفواري وجوينج جالاكسي. في مجال سان داونز الجنوب افريقي في المجموعة الأولى بجوار بيراميدز المصري مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني. هي الأصعب بالنسبة للترجي الرياضي التونسي رغم بعض النقاط الإيجابية، خاصة في ما فماش برشا تنقلات لأدغال افريقيا. نعرفوا احنا أنه التنقلات تكون صعيبة ورحلات شاقة وشاقة جدا، تتكلف برشا فلوس يعني الرحلات وإذا مش تاخذ طائرة خاصة، وبالتالي نقطة إيجابية ما عدا التنقل إلى أنغولا. كل التنقلات الأخرى فما بطبيعة الحال باش نلعب ضد النجم الساحلي في تونس، اما الهلال السوداني فباش يستقبل منافسيه اما في المغرب او في مصر. نعرفوا الاوضاع الامنيه اللي موجوده في السودان ما تسمحش للفريق هذا باش يلعب على ارضيه ميدانه. اذا كما قلت مجموعه حديديه، مجموعه صعبه، مجموعه ماهيش سهله كما يتخيلوا برشا عباد انه مجموعه الترجي هي الاسهل، بالعكس هي اصعب المجموعات. صحيح ما فيهاش كما قلت تنقلات، صحيح باش نواجهوا النجم الساحلي في تونس ذهاب واياب، وصحيح كذلك الهلال السوداني ماهوش باش يلعب في أرضية ميدانه، فما برشا لاعبين منه غادروا بأسباب الأوضاع اللي قلت حكيت عليها في السودان، ولكن مواجهات باش تكون صعيبة. دوري أبطال إفريقيا عنده حقيقته عكس المواجهات اللي تكون بين الترجي والنجم الساحلي في البطولة الوطنية. دوري أبطال إفريقيا باش تكون مواجهات أخرى وحسابات أخرى. إن شاء الله نحضروا جيدا لهذه المسابقة. نعرفوا كذلك أنه الترجي الرياضي التونسي باش ينطلق إن شاء الله في الاستعداد لمسابقة الدوري الإفريقي باش تنطلق يوم 21 أكتوبر الجاري، وبالتالي إدارة الترجي عليها يعني الاستعداد جيدا من خلال يعني اختيار مدرب جيد، مدرب في قيمة الترجي الرياضي التونسي، مدرب يقدم الإضافة الفنية الإضافة التكتيكية ويمشي بالترجي لبعيد في المسابقات اللي مش يشارك فيها كانوا في البطولة المحلية وإلا في المسابقات الإفريقية. بنسبة 90% إن شاء الله المدرب باش يكون أجنبي باش نتعرفوا عليه في أول الأسبوع القادم. كيف يعني الجماهير مطالبة كما حكيت في برشا فيديوهات، نعاود ونقول لكم ونعاود ونأكد لكم على ضرورة قصان الاشتراكات، على ضرورة اقتناء الاشتراكات لأنه أمر ضروري. وأصبح واكم تشوفوا يعني الترجي مش يشارك في عديد المسابقات، لازم الجمهور يكون حاضر، لازم الجمهور يكون هو السند الأول للفريق. الإدارة قررت عدم بيع التذاكر في الموسم هذا في كل المسابقات، لازمنا الناس الكل اللي مازال ما قصش واللي تسمح ظروفه بطبيعة الحال يمشي يقص اشتراكه باش يشجع جمعيته. الإدارة عملت ميركاتو رهيب بصراحة، عملت تدعيمات كبيرة. ما زلنا نستناو في المدرب إن شاء الله، بعد المدرب باش نبداو التحضير وباش نبداو الاستعداد، ومن وقتها باش تنطلق الترجي الرياضي التونسي باش نرجع إن شاء الله نسيطروا في إفريقيا ويرجع الترجي الرياضي التونسي اللي يخافوا يهابوا كل الفرق. إذا الجمهور ما علينا كان نقصوا اشتراكاتنا، ما علينا كان نشجعوا ونحيوا علينا ويزينا من الكلمات ومن الإشاعات في الفيسبوك وفي الصفحات اللي قاعدة تضر في جمعيتنا بطبيعة الحال، يزينا زادة من الكلمات ومن التشجيع في الفيسبوك. لازمنا الكل نمشيوا للستاد لأنه المكان الطبيعي لجمهور الترجي الرياضي التونسي مدارج الملعب الأولمبي برادس. قراءة سريعة لمجموعة الترجي الرياضي التونسي، مجموعة كما قلت صعيبة، مجموعة ماهيش مش تكون سهلة. إليكم الآن مواعيد مباريات دوري المجموعات من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية للموسم 2023-2024. الجولة الأولى باش تكون يومي 24 و 25 نوفمبر، الجولة الثانية 1 ديسمبر، الجولة الثالثة 8 و 9 ديسمبر، الجولة الرابعة يوم 19 ديسمبر 2023، الجولة الخامسة باش تكون يوم 23 و 24 فيفري 2024، الجولة السادسة والأخيرة باش تكون يوم 1 و 8 مارس 2024. نتمنوا حظ موفق للترجي الرياضي التونسي كيف للنجم الساحلي، علاش لا ما ترشحوش زوز مع بعضنا. صحيح كل واحد يدافع وكل واحد يضرب على دربو وكل واحد يشجع جمعيته، هذه مسابقة إفريقية إن شاء الله يعني نتمنى النجاح للنجم الساحلي بطبيعة
بطبيعة الحال موجود ضد الترجي الرياضي التونسي، ولكن تربح مباريتها الأخرى وتترشح مع الترجي بطبيعة الحال في المرتبة الثانية، المرتبة المحبذة لهذا الفريق. شكرا لكم متابعين الكرام على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.